هو في حقيقة أنا ما عنديش علاقة مع الأستاذ سي محمد الجم. أنا كان عندي كود شانس، كان عندي كود شانس، مشيت دوزت ان كاستينغ، عيطوا لي شركة، مشيت دوزت الكاستينغ، وكان هو من الناس اللي راهم يفاليديو في الكاستينغ، ودرت الكاستينغ بحالي بحال كاع البنات الممثلات اللي جاوا يديروا الكاستينغ، وتقبلت. ابخي عاوني سي فغي، عاوني في بلاطو، عاوني في التشجيع ديالو، كيفاش كادي كيدعمك، كيفاش كيقول لك هانتي هادي، حيت تبارك الله هو راه اكسبيريونس وسنوات 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 سنوات ديال الخدمه. يعني انا كان خصني نصغر راسي ونتعلم، وهو ما بخلش عليا. دونك عرفت بزاف د الحوايج بارابور سيت كام، بارابور داكشي كامل، يعني كتولي كل حاجه كتفرقيها على الاخرى. هو عاوني في هذا النيفو هذا.